النهاردة بخل التفاح عملت وصفة بتنشط البنكرياس، وعملت كوبين أقوى من بعض بينشطوا البنكرياس وبيحسنوا استقبال الخلايا للإنسولين. فبالتالي تعالوا بينا نشوف الوصفة وإزاي نستخدمها. أول حاجة يا جماعة معايا الكزبرة. الكزبرة دي يعتبر من أقوى الأعشاب لتظبيط نسبة السكر في الدم. مش بس كده، لا ده بتخبط على الخلية وتقول لها إحنا جبنا إنسولين وسكر، يلا دخليهم عشان تمنع ارتفاع السكر في الدم. معانا تاني حاجة خل التفاح. زي ما انتوا شايفين خل التفاح خل طبيعي خالص. هنقول تاخديه ازاي بس بالطريقة اللي هقولك عليها. يبقى معانا النهاردة كوبين اهم هنشربهم، واحد ليه وقت والتاني ليه وقت تاني خالص عشان ما يتعرضوش مع بعض. يبقى الكزبرة الناشفة وخل التفاح دول هما اقوى حاجة معانا النهاردة. ايه اللي هنحتاجه؟ اول حاجة نعمل الكوب الاولاني مع بعض اهو، نبعد الوردة شوية. اول مكون هيبقى معايا هيبقى الكوب الاولاني. هنعمله ازاي؟ اول حاجة الكوب الاولاني ده هنستخدم فيه خل التفاح، معلقة من خل التفاح زي ما انتوا شايفين. هاخد معلقة كده حوالي معلقة من خل التفاح. خل التفاح يا جماعة هقول لكم فوائده دلوقتي هتعشقوه والله. طيب هنزل عليها بايه؟ هنزل عليها بكوب ماء ساخن، كوب مسخنة مية كده، وانزل عليها بمية سخنة كده معايا. ليه؟ عشان اول كوب معايا ده يا جماعة، اول كوب معايا النهاردة هو خل التفاح وعليه مية سخنة. ليه بقى؟ لان ده اول حاجة هتتخذ كده الصبح ان شاء الله بعد الفطار. انت هتفطري هتلاقي نقصك حاجة تشربيها بدل ما تشربي اي حاجات ملهاش لازمة، لأ عليكي وعلى اول كوب خل التفاح وتحط عليه مية مغلية. يبقى ده اول كوب معايا ان شاء الله نعمله مع بعض. تاني كوب هنعمله مع بعض، يبقى ده قبل ده بعد الفطار. تاني كوب هيبقى بعد وجبة الغداء. هناخد منه معلقة من الكزبرة الناشفة، لو عندك كزبرة مطحونة مفيش منها مشكلة، يا دي يا دي معلقة واحدة. وانزل برضو عليها بمية دافية زي ما انتوا شايفين، وغطيها حوالي 10 دقايق. وبعد العشر دقايق هغطيها، وبعد العشر دقايق اشيل الغطا وبعد كده اشربها. اشربها امتى؟ الكوب التاني دوت بشربه بعد وجبة الغداء. يبقى دي كده دلوقتي انا عندي كوبين، واحد بعد وجبة الفطار اللي هو الخل والماء المغلية، وتاني واحد الكزبرة والماء المغلية نعمله امتى؟ بعد وجبة الغداء. هل الكلام ده ليه اهمية عندي؟ طبعا اهميته من هنا بقى لايه؟ لبكره نقول اهميه الكزبره ذات نفسها والخل التفاح، الاثنين لازم يتعملوا مع بعض. تمام، خل التفاح ده يا جماعه حاجه طبيعيه خالص، فيها ايه بقى؟ فيها حديد وفوسفور وفيها مغنيسيوم. طيب العناصر دي مهمه؟ مهمه طبعا. مريض السكر عنده نقص حديد، فبالتالي انت لازم تتعوضي بالحديد اللي مفقود ده. تمام، في ناس سالت في الكومنتات هنمشي على الوصفه امتى؟ الوصفه دي لمده قد ايه هتمشي؟ هتمشي عليها 4 اسابيع. وتبطلي 4 اسابيع هتمشي عليها ايه؟ هتمشي على مده 4 اسابيع، وبعد كده هتوقفي 4 اسابيع تانيين وترجعي تاني تشربيهم تاني الكوبايتين، ولازم الكوبين مع بعض. طيب زي ما احنا قلنا خل التفاح فيه حديد فوسفور مغنيسيوم، ودي حاجه مهمه جدا جدا. الحديد هيعوض لك نقص كرات الدم الحمراء ورأس الأنيميا عندك، يديك طاقة، هيجدد خلايا الدم الحمراء فمهم جدا لصحتك ويديك طاقة. الفوسفور ده مضاد أكسدة قوي ومضاد التهابات قوي ومضاد للفطريات، فبالتالي مش هتخشي في مضاعفات مرض السكر. تاني حاجة معاكي مغنيسيوم. مغنيسيوم ده يا جماعة بيروح للبنكرياس يشغلها. مغنيسيوم عنصر مهم لتجديد خلايا البنكرياس، عنصر نشط فلازم تاخديه. هو موجود فين؟ موجود في خل التفاح. على فكرة في ناس كتير ممكن يفوتوا بقية الفيديو ده، بس أنا هنا بعرفكم أهمية الحاجة اللي أنتوا بتشربوها، ليه تشربوها وليه تاخدوها. لا وكمان يا جماعة إن خل التفاح ده قليل السعرات الحرارية، أو أقول لكم كمان بالمعنى الأصح اللي وجدوا فيه، لقوه عديم السعرات الحرارية، ما فيهوش سعرات حرارية خالص. في أحماض أمينية، في مادة البكتين. المادة البكتين اللي موجودة في خل التفاح هي مادة نشطة بتساعد على عمل الأمعاء، فبالتالي ما يجيلكيش إمساك خالص، ما يجيلكيش إسهال،
بتخلصك مادة البكتين دي، بتخلصك من الدهون الثلاثية، بتخلصك من المشاكل ترسيب الدهون في الوعاء الدموي، فبالتالي يحصل جلطات لا قدر الله في المخ وفي القلب لا قدر الله، كل المشاكل دي انت عن غنى عنها. فبالتالي خلي بالك، وخلي بالك من صحتك، انك تاخدي خل تفاح وبعد الفطار الصبح كده زي ما قلنا الكوباية دي، تمام؟ طيب حاجة مهمة كمان في خل التفاح، هي مادة فيها مية، فالمية دي مهمة لعلاج مشاكل الإمساك. خل التفاح البكتيني اللي موجود فيه بيحسسك بالشبع، فبالتالي بيعمل على استقرار السكر. وآخر حاجة في خل التفاح، هو مهم لاستقبال الخلايا للإنسولين، مهم جدا جدا جدا، وبينشط البنكرياس. ليه بقى قلنا منشط للبنكرياس في اول الفيديو؟ عشان في مغنيسيوم، عنصر المغنيسيوم ده عنصر اساسي يا جماعه، وعنصر مهم لصحه البنكرياس، فبالتالي خلي بالك من صحتك ولازم تاخدي خل التفاح. لو جيتي نقلت على الكزبره، الكزبره اهميتها من هنا لبكره مهم جدا، لو جيتي خدتي جهاز جهاز في جسمك هتلاقيه بيتنضفه. الكزبره دي يا جماعه بتنضف، بص بقى يعني غير ان هي بتنشط البنكرياس، غير ان هي مفيده ليكي للسكر والضغط، لا مهمه جدا جدا للكبد والكلى. بيقولوا ان الناس اللي عندهم تعب في جنابهم، يبقى في حصوات في الكلى وغيره، دي بقى بتخلصك من كل المشاكل دي. ويقولوا طبعا ان هي مهمه للناس اللي عندهم ايه، عندهم دهون على الكبد، مهمه اللي عندهم سموم في الكبد وغيره. ليه؟ لانها بتخلصك من كل السموم وبتطردها في البول وبتطردها من الدم. مهم جدا جدا لصحه الاوعيه الدمويه عشان بتقلل الكوليسترول والدهون الثلاثيه. مهمه جدا جدا للاحماض الامينيه اللي موجوده فيها مضادات اكسده قويه، فبالتالي ما بتدخلكيش في مشاكل الكانسر. وعموما الحمد لله الكزبره دي بيعملوها للأطفال الصغيرين كمان، والرد على أنها منظم للجهاز الهضمي، فبالتالي مش هيجيلك أي مشاكل في جهازك الهضمي من إمساك أو إسهال. عشان كده عليكي وعلى الوصفة اللي معانا بالمكونين والمشروبين الطبيعيين دول. وكمان الكزبرة حلوة ونشطة لأن هي بتقلل الدم، ضغط الدم، فبالتالي هتعمل على استقرار السكر في الدم. عشان كده احنا بناخد الوصفتين دول بعد الوجبات. يعني دي اول وصفه بعد يعني بعد الفطار. ليه؟ يعني من بعد الفطار لبعد للغدا هتلاقي الدنيا مظبوطه معاك، مش محتاجه حاجه. الكزبره بقى هتخلي من بعد الغدا لحد ما تنام. يعني بعد الفطار ليه؟ يعني من بعد الفطار لبعد للغدا هتلاقي الدنيا مظبوطه معاك، مش محتاجه حاجه. الكزبره بقى هتخلي من بعد الغدا لحد ما تنام. يعني بعد الفطار ليه؟ يعني من بعد الفطار لبعد للغدا هتلاقي الدنيا مظبوطه معاك، مش محتاجه حاجه. الكزبره بقى هتخلي من بعد الغدا لحد ما تنام. يعني بعد الفطار ليه؟ يعني من بعد الفطار لبعد يعني بعد الفطار ليه؟ يعني من بعد الفطار لبعد الكزبره بقى هتخلي من بعد الغدا لحد ما تنام. يعني بعد الفطار ليه؟ يعني من بعد الفطار لبعد للغدا هتلاقي الدنيا مظبوطه معاك، مش محتاجه حاجه. الكزبره بقى هتخلي من بعد الغدا لحد ما تنام. يعني بعد الفطار ليه؟ يعني من بعد الفطار لبعد للغدا هتلاقي الدنيا مظبوطه معاك، مش محتاجه حاجه. الكزبره بقى هتخلي من بعد الغدا لحد ما تنام. يعني بعد الفطار ليه؟ يعني من بعد الفطار لبعد للغدا. يعني بعد الفطار ليه؟ يعني من بعد الفطار لبعد للغدا.